دخلوها 4 شباب ورموها على التخت، ومن هالمكان الشقيم بديت مأساتها وصراعها مع المجتمع. خلونا مع بعض نشوف شو رح يصير مع يارا. فقت بعد 2 ساعة أو 3 يوم، ما بعرف، كنت عايشة خارج نطاق الوقت. وأول ما فقت جابولي دكتورة نفسية، قالت لي أنا هون لساعدك، أنت هون بأمان، ما تخافي، أنت بالمشفى، رح أسألك شوية أسئلة وإذا ما بتحبي من أجلها. قلت لها تفضلي. قالت لي شو اسمك؟ قلت لها يارا. قالت لي أعطيني رقم أهلك. صفنت بالسقف شوي. أهلي، رقم أبي ولا رقم أمي ولا رقم بيت جدي؟ أعطيتها رقم أمي ورقم رفيقتي سارة. قالت لي هلأ راح نحكي معهم لنطمنهم ونقولهم أنك أنت هون. وراحت ورجعت بعد شوي، قالت لي أنت بتتذكري شو صار معك الليلة الماضية؟ قلت لها مستحيل أنسى. قالت لي تمام، هلأ راح أتركك ترتاحي وقلنا حديث طويل بعدين. وبعد نص ساعة إجت أمي ورفيقتي سارة لعندي. فاتوا كانوا عم يبكوا، سألوني شو صاير معك؟ وين كنتي؟ خربنا الدنيا عليكي. فاتت بعدها الدكتورة وطلبت من أمي تحكيها على انفراد، وخبرتها أنه التقرير الطبي بيّن أنه أنا تعرضت لاغتصاب من أكثر من شخص واحد، وصار عندي نزيف حاد، بس أسعفوني فورا ووقفوا لي النزيف وأعطوني أبرة حتى ما يصير حمل عندي خلال 24 ساعة. انصدمت أمي من الشيء اللي سمعته. سألتها وين لقيتوها؟ قالت لها أسعفها شاب لعنا شافها مرمية على الأرض بالشارع. فاتت لعندي أمي وحضنتني وقالت لي سلامتك يا أمي، أهم شيء إنك بخير. وطلعت أمي ودقت لأبي اللي إجا فورا وخبرته أمي بالشي اللي صار، وعلقوا مع بعض بالمشفى كل واحد منهم يحط الذنب واللوم على التاني. قلت لها لسارة تعي ساعديني بدي أقوم. قومتني سارة وطلعت برا الغرفة، طلعت فيهم وقلت لهم أنتوا حتى بالمصايب ما بتتفقوا، أنا بهالحالة مستوتة على التخت تعبانة نفسيا أكتر من جسديا، وأنتوا قاعدين عم تعلقوا هون؟ روحوا، ما بدي شوف حدا منكم جنبي، طول عمركم ما كنتوا جنبي أصلا، ما كنتوا موجودين، هلأ جايين تمثلوا خوفكم واهتمامكم؟ ركضوا علي وقالوا لي خلص فوتي ارتاحي. قلت لهم كل بنت بالحفلة اجوا أهلها أخذوها إلا أنا، لأنه أمي عايش حياتها وزوجها وأولاده، وأبي عايش حياته مع مرته وأولادها، وقاعدين أنتوا تربوا بأولاد الناس وأنا تاركيني للدنيا؟ قال لي أبي خلص بابا فوتي ارتاحي، نحن رح ننزل نشرب قهوة بكافيتيريا المشفى. فوتتني سارة على الغرفة وقالت لي خلاص ما تحطي شي على بالك، هلأ اهتمي بصحتك حتى نطلع من المشفى. وبعد حوالي شي ساعة اجوا شابين ليفتحوا محضر معي ويسألوني عن الشي اللي صار معي بهديك الليلة وعن أشكال الشباب يلي اغتصبوني، بس أنا رفضت أحكي شي لأنه كنت بحالة نفسية سيئة وما حابة أرجع أتذكر وعيش تفاصيل هديك الليلة أبدا. لهيك طلبت من الدكتور أنه يأجلوا حديثهم معي لوقت أنا أقرر الوقت يلي بكون فيه مستعدة نفسيا لأحكي. طلعت تاني يوم من المشفى ونزلت عند بيت جدي، وأهلي ورفيقتي سارة ما تركوني أبدا. مريت بحالة نفسية سيئة كتير، كنت كل ما تغفل عيني في عم صرخ وابكي، تعذبت كتير. ويلي زاد عذابي أكتر وقت سمعت أبي عم بيقول لأمي ما راح نحكي لحدا أو حتى نروح على مركز الشرطة، لازم نستر على الموضوع كرمال سمعت يارا، ما بدنا فضايح. فتحت الباب وطلعوا فيني، قلت لهم سمعت كل شي عم تحكوه، ما حدا بياخد قرار عني أبدا، أنا واعية وأنا يلي بقرر شو لازم أعمل، إذا ما بلغت عنهم رح يرجعوا يعيدوا يلي عملوه مع بنت تانية وتالتي، لهيك لازم يتربوا وينالوا عقابهم. وأنا مستحيل أسكت أبدا وكون ما بس ضحية وساختهم وضحية خوفي وصمتي، وأنا هلأ صرت منيحة، فيكن ترجعوا لحياتكن الطبيعية ولا كأنه صار مع بنتكن شي. وبعد 3 أيام رحت أنا وسارة على عيادة الدكتورة النفسية شفاء يلي كانت متابعة حالتي بالمشفى، وكانت اسم على مسمى فعلا، وبلشت علاج عندها. وبعد 2 أسبوع رحت على مركز الشرطة وأخذت معي التقرير الطبي وفتت عندهم وقلت لهم بدي أبلغ عن حالة اغتصاب، وين بروح؟ قالوا لي طلعي على الطابق الثالث، ثالث غرفة على اليسار، غرفة المحقق ماهر. طلعت ودقيت على الباب، اجا صوته من جوا تفضل. فتت وتفاجأ المحقق بأنه بنت. قال لي تفضلي كيف فيني ساعدك؟ قلت له حضرتك المحقق ماهر؟ قال لي ايه. قلت له بدي أبلغ عن حالة اغتصاب. قال لي تفضلي ارتاحي، لنادي للشاب أيمن ليفتح محضر. وبعد شوي اجا الشاب أيمن، قال لي المحقق ماهر تفضلي خلينا نبلش، مين تعرض للاغتصاب؟ قلت له أنا. قال لي عفوا. قلت له أنا من فترة 2 أسبوع
صارت معي الحادثة وإجوا شابين من مركزكم، بس أنا ما حبيت أحكي شي وأجلت الموضوع لكون مرتاحة وقادرة أحكي، وهلأ أنا حاسة حالي منيحة لهيك جيت. قال لي برافو كملي. حكيت له عن التفاصيل وبكيت كذا مرة، وقال لي إذا بتحبي منوقف الحكي. قلت له لا بدي نتابع، وتابعت حكايتي للأخير وختمتها بأنه أنا لازم لاقيهم بسرعة قبل ما توقع بنت تانية بإيدهم، وأنا يلي رح زدتهم بالسجن بإيدي. سألني إذا عرفت اسم حدا فيهم أو إذا بتذكر وين موقع البيت يلي أخدوني عليه. قلت له كانت الدنيا ليل وأنا كنت عم أبكي ومنهارة، يعني ما بتذكر منيح. قال لي طيب رح ناديلك للشاب رضا وانت رح توصفي له أشكالهم وملامحهم وهو رح يرسمهم لنحاول نوصل لشكلهم ونعمم صورهم بالمنطقة، وبعدين منروح أنا وانت للمحل يلي أخدوك منه وانت حاولي تتذكري الطريق يلي أخدوك منها لنوصل للبيت، وإذا وصلنا للبيت منكون لقيناهم. قلت له تمام، وطلعنا أنا والمحقق ماهر لنتعرف على طريق البيت. وقال لي على الطريق أنا متفاجئ بأنه في بنت بهالشخصية القوية مثلك، أنا بحييكي على قوتك وإصرارك، بس ليش جيتي لحالك؟ ليش ما أجا معك حدا من أهلك؟ قلت له أهلي منفصلين وأنا متعودة من زمان أعمل كل شي لحالي. وصلنا على الشارع الرئيسي اللي كنت ناطرة فيه تاكسي هديك الليلة، ومن هالنقطة فتلنا شوارع وحارات كتير بس ما قدرنا نلاقي البيت، وعلى ما يبدو حتى ذاكرتي خانتني. رجعنا على المركز وأعطيته رقمي وأعطاني رقمه بحال إذا تذكرت شي تفاصيل عن الحادثة. وتاني يوم أنا رجعت للشارع وحاولت كتير إنه أتذكر طريق البيت، بس للأسف ما تذكرت شي. وكان المحقق ماهر يدق لي كل يومين ليطمن علي ويسألني إذا تذكرت شي. بعد حوالي أسبوعين دق لي المحقق ماهر ليقول لي تعرفنا على اسم واحد منهم وهلأ طالعين لبيته بس نرجع رح دق لك لتجي تتعرفي عليه. بعد ساعتين وأنا عم أدعي لربي يلاقوه وقاعد على أعصابي دق لي المحقق ماهر وقال لي تعي تأكدي إذا هو ولا لأ، ورحت فورا. وأول ما فتت عند المحقق قال لي تفضل ارتاحي لنبعت نجيبه، وأول ما شفته هجمت عليه بس بعدني المحقق ماهر وقال لهم خدوه. قلت له كيف لقيته؟ قال لي لأنه قلتي لي إنه كانوا سكرانين، معناته يا طالعين من بار يا أما شاربين مشروب من محل قريب. لهيك رجعنا سألنا بالمنطقة وطلع في محل بار، فتنا على المحل ومعنا صورهم وسألنا الشاب يلي بيشتغل وطلع بيعرف واحد منهم بحكم إنه مداوم عندهم، وهو أعطانا اسمه وطلعنا على بيته بس ما كان موجود. لهيك نطرناه ليجي وشحطناه وجينا. قلت له يعطيكم العافية. وباقي رفقاته قال لي هلأ رح حتى يعترف عن رفقاته لحاله وعن موقع البيت. بعدين قلت له ما في داعي تكفي لأنه أنا بعرف أنه ملفه رح يطلع للمحكمة ويوكله محامي دفاع وأنا رح وكل محامي كمان. قال لي أنا رح ساعدك بالموضوع، صديق أبي محامي وشاطر كتير بقضايا الاغتصاب وما في قضية إلا ربحها. قلت له تمام أعطيني عنوانه. قال لي منروح سوا، شو رأيك الساعة 5؟ قلت له تمام. رحنا عند المحامي وفيق أنا والمحقق ماهر وحكيت له عن قصتي وإن شاء الله رح تربح الدعوة وينالوا عقابهم. انتقل الملف للمحكمة وبلشت أحضر الجلسات يلي رفضت تكون سرية، بالعكس حبيت كل الناس تعرف شو صار معي لشجع أي بنت تعرضت للاغتصاب ما تسكت عن الظلم، بالعكس تدافع عن حقها وتزد المغتصب بس حتى يكون عبرة للباقي. كانت رفيقتي سارة وأهلي معي بكل جلسة، وخاصة وقت رجعت عدت تفاصيل قدام القاضي. كانت لحظات صعبة بس مو أصعب من إني أتركهم يتابعوا حياتهم بشكل طبيعي بدون حساب. حاولوا يكذبوا ويقولوا إني أنا رحت بإرادتي معهم، بس كانت الإثباتات يلي بإيدي أقوى بكتير من إدعائهم الباطل. صدر الحكم عليهم بخمس سنوات للشباب الأربع، ولما القاضي نطق بالحكم بلشوا يبكوا. قربت عليهم وقلت لهم أنا جيت لألكن شو عقوبتكم بهديك الليلة، بس أنتوا سكتوني وما حبيتوا تعرفوا، بتمنى لكم إجازة سعيدة ممتعة. بس مشيت وبقيت سنة كاملة أداوم عند دكتورتي النفسية شفاء، وخلال هالسنة بلشت أتمرن عند المحامي وفيق لأنه رهنت حالي لقضايا الاغتصاب. أما المحقق ماهر يلي كان يجي على المكتب بحجة زيارة صديق أبوه صارحني بإعجابه فيني وأنا رفضت. قلت له أنا ما بقبل شفقة من حدا. قال لي ما شفقة، وأنا فعلا عجبت فيك وبشخصيتك القوية وحابب أطلبك من أهلك حتى أثبت لك حسن نيتي، وطلبني من أهلي اللي رفضوه بس قبلوا بعدين لأنه أنا كنت موافق عليه، وتزوجنا. بعد 6 شهور وبعد سنة فتحت مكتبي الخاص فيني وصرت من الأسماء اللامعة بهالمجال، وعملت ندوات كتير لوعي المجتمع بأكمله، وتعاقدت مع مشافي دكاترة نفسيين بأنه أي حالة اغتصاب بتجيكن يوجهوها لعندي
حتى لو ما كان في إمكانية لدفع التكاليف. يعني باختصار حولت قصتي من نقطة ضعف لنقطة قوة بحياتي، وقدرت اتجاوزها بالناس يلي ساعدوني ودعموني نفسيا وبإرادتي القوية. ومن هون يا أصدقائي بتكون انتهت قصتنا. لا تنسونا من التفاعل مع القصة ولايك والاشتراك بالقناة، والسلام.